طال غيابكم وكبر شوق الناس إليكم، اشتاقت إليكم بيروت ومساجدها بعد أن عرفتكم دعاة مخلصين وأئمة للهدى مبشرين ومنذرين. لك علينا الكثير وأملك فينا كبير، لقد رأيناك حلاوة إيمان لا تزول، رأيناك عطاء فضل من الله لا يتغير، لقد بذلت وأعطيت لتبني للدين مجدا وعزا، تحمل أقدس رسالة تحترق لتنير درب إنسان من عيال الله، وتبقى أنت حيث أمرك الله مستعدا لتقديم المزيد، وعلى ثغرك ابتسامة الرضا. سيدي سماحة المربي، ها أنا أنظر أمامي وأتصفح في وجوه أحبابك وإخوانك، الوجوه تعلوها ابتسامة الشوق والرضا، والعيون مفعمة بالحب والعطف والوداد، والقلوب طواقة إلى الفضل والعطاء والإمداد، وكأني بأحبابك يقولون: ضاق الفؤاد بحبكم فشققته، والجسم من بعد الفؤاد تشقق في كل عضو من كياني آية، لتقول أني مغرم قد أرهق، في الأذن نغم في العيون جمالكم، في النفس حبكم لشعري أطلقا، والروح منكم روحها وهناؤها، والقلب يوشك باسمكم أن ينطقا. أيها الحفل الكريم، كلمة سماحة مربي الجمعية العلامة الدكتور الشيخ رجب ديب سيد الجليل، الكلمة لكم فتفضلوا مأجورين. بكم جميعا أيها الإخوة، واسمحوا لي أن لا أقول أيها الحفل، بل أقول لكم أيها الإخوة، لأننا اجتمعنا جميعا على أخوة واحدة، أخوة حب الله وحب الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن انتسب إليه إلى يوم الدين، وبعد، لقد شرفني الله عز وجل بدعوة أحبابي وإخواني إلى وضع حجر الأساس في هذا المكان المبارك الطاهر.